نرحب بالحضور الكريم فعالية المجتمع المدني تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء اللي هي ذكرى غالية عن الوطن. ففعالية المجتمع المدني تنسيق مع السلطة المحلية ومجلس مقاطعة تابريكس وجمعيات مدينة سلا، فساكنة حي الرحمة تحتفل بهذه الذكرى الغالية ذكرى 44 من مسيرة خضراء، وهنيئا هنيئا لساكنة حي الرحمة بهذا العرس وهذا الاحتفال ديال المسيرة اللي صراحة هو تجسيد ملحمة المسيرة الخضراء كما شاهدتم. فالملحمة ديال المسيرة طبقت كما يجب منذ إعلان المرحوم الحسن الثاني إلى السجود إلى الانطلاقة إلى الوصول إلى السجود. فهنيئا لساكنة حي الرحمة وهنيئا لفعالية المجتمع المدني بمدينة سلا. وشكرا. جمعية المجتمع المدني لحي الرحمة وبتعاون وتنسيق مع مجلس مقاطعة تبريكس وبدعم للسلطة المحلية إلا أن يحيوا هذه الذكرى بطريقة مغايرة كمحاولة منهم لتجسيد هذه المحطة. فكانت مسيرة هي معنوية التي جابت شارع لأكبر من أكبر شوارع في حي الرحمة حتى وصلنا إلى هذه النقطة، حيث يتم عرض أهم المحطات التاريخية لهذه المسيرة الخضراء المضفرة. هذه المسيرة التي بالنسبة لنا هي واحد المنبع ديال واحد مجموعة ديال الدروس وديال العبر، ويمكن أهم درس تلقنه هذه المحطة التاريخية للأجيال هو الالتحام المتجدد بين ملكي وشعبه. هذه المسيرة مسيرة النماء، ابتدأت مع صاحب الجلالة الحسن الثاني، ولكن ستستمر مع الأجيال. فعلى هذه الأجيال أن تأخذ منها هذه العبر ديال المواطنة، العبر ديال التضحية، العبر ديال الحب ديال الوطن، الحب ديال كل ذرة من ذرات هذا الوطن. فهنا جينا باش نعبروا على الولاء ديالنا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونعبروا على الحب ديالنا لهذا الوطن وحبنا لصحرائنا المغربية، ونعبر على أن جميع المغاربة غير مستعدين للتنازل عن أي حبة من حبات هذه الصحراء. وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس: الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العقاد من اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال والمسؤول على التواصل والإعلام. فهذه المناسبة كننظموها كل سنة، فاللي كنبغيو في هذه المناسبة هي كنكرسوا قيم المواطنة ونزرعوا في الناشئة المبادئ والقيم الوطنية. فهنيئا لنا جميعا بإنجاح هذا النشاط، وكما نتقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا النشاط. ثم نتقدم الشكر خاص لرئيس ملحقة إدارية النسيم وكذلك لمجلس مقاطعة تبريكت التي لن تبخل